جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أخطأت في حق أمي وأبي وماتوا وأنا هاجرهم، فهل يغفر الله لي في حقوق الأموات إذا استغفرته؟ حقوق الآدميين لا تغفر إلا إذا سمحوا، إذا سمحوا عنها. وإذا كان عندك حق للمخلوق فإنه لا يسقط عنك إلا بأدائه أو بمسامحة صاحبه. ولكن من مات وعليه أو من مات وله عليك حق، فإن كان هذا الحق ماليا فإنك تؤديه إلى ورثتك، تؤديه إلى ورثته. وإن كان هذا الحق غير مالي لأن تكلمت في عرضه أو في أو اعتبته أو ما أشبه ذلك، فإنك تستغفر له وتدعو له وتتصدق عنه، لعل الله سبحانه وتعالى يخفف ذلك عنك. ومن ذلك حق الوالدين، هو حق مخلوق لا يسقط إلا بمسامحتهم. ولكن إذا دعوت لهم واستغفرت لهم بعد موتهم وتصدقت عنهم وحججت لهم حج التطوع أو حج الفرض إذا لم يكونوا حجوا على أنفسهم، فإن ذلك من برهم. وكذلك إذا سددت الديون التي عليهم ونفذت وصاياهم التي أوصوا بها على الوجه المشروع، فإن ذلك من برهم والإحسان إليهم. ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك.